عمون، صوت الأغلبية الصامتة. الآن جينا من الكرك بناء على بعد ما تعبنا وشقينا وبعثنا كل الرسائل اللي حتى تستوعبنا هذه الجهات الرسمية بدون ما يصير حوار شارع. احنا كنا بنطالب بحوار طاولات، هرمنا نطالب بحقوقنا. الأردنيون سواء أمام القانون في الحقوق والواجبات، سواء أمام الدستور. نطالب بتسوية رواتبنا مع زملائنا الجدد. نحن خدمنا بظروف أقسى من اللي خدموا فيها. نحن بحاجة، أطفالنا بحاجة. نحن نتضور رجوعا. يعيش جلالة الملك عبد الله الثاني. يعيش جلالة الملك عبد الله الثاني. يعيش جلالة الملك عبد الله الثاني. يعيش عمون، صوت الأغلبية الصامتة.